هاي المرأة شلون ارتكبت جريمة نكراء. إمامي وإمامك التفت إلى ابنه عبد الله قال بني افرش لي في صحن الدار لأنظر إلى ملكوت الله. وفعلا يفرش له والإمام يتألم قال أبا ما لي أرى وما بك لقد أفزعتنا من بابك. قال بني إنها نفسي التي لم أصب بمثلها. ودخل عليه أخوه أبو عبد الله الحسين رآه بتلك الحالة تقطع قلبه قال إنه السم لقد سقيت السم مرارا ما صنع بي شيئا. وهذه المرة قطع كبدي حتى قلبتها بعود في يدي أعلم بمن دهاني به أنا أخاصمه بين يدي الله عز وجل حقي عليك لا تهرق في أمري ملء محجمة دما. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء ساعد الله قلوبكم 40 يوم والإمام على فراش المنية. لما تصرمت أيامه واقتربت منيته التفت إلى أبي عبد الله بحقي عليك إذا أنا مت فغسلني عنطني كفني صلي علي احملني إلى قبر جدي رسول الله أجدد بي عهدا. فتقطع قلب الحسين سالت دمعته على خده. أبو محمد ما يقدر يشوف دمعة أبو علي قل له يا أبو السجاد لا تبكي ولا تنوح أنا على معزيه أعالج طلعة الروح وانت تظل بكربلاء عريان مطروح مرضوط صدرك بالثرى ومقطوع ليدك. وبدأ يبدي وصاياه مولاي أخ أوصيك يا ابن أمين عقب عيني بهالعيال ليكون تتشتت يا ابو سكنة هالاطفال يحفظكم الله من صروف الدقر لو مال. واصبر عقب عيني على جور الملاعي اوصيك يا ابن امي حريمي والارامل يا حسين صير لهم عقب فرقاي كافل اتعذب عزاء الله ترانا اليوم راحل ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين. وإماما عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء حتى إذا أتم وصايا عرق جبينه سكن أنينه وعند احتضار الموت مد يدي أسبل رجليه أغمض عيني قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي وإمامه صرخ الحسين واخا وانقطاع ظهره دفعت الضجة من بيت الإمام تزلزلت المدينة بسكانها كيوم مات في رسول الله صلى الله عليه وآله بين نادب ونادبة الكل يصرخ وإمامه. قام الحسين بتجهيزه
ارتفعت الجنازة على الأكف. إلى وين رايحين؟ إلى الرسول، إلى قبر النبي يجدد به عهدا. وإذا بالسهام من كل جانب تصيب تلك الجنازة العظيمة. أين الصارخ وإمامة؟ 70 سهم نشبت في تلك الجنازة. بنو هاشم وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم. التفت الإمام أبو عبد الله سلام الله عليه بحقي عليكم لا تسلوا سيوفكم، توجهوا إلى البقيع بتلك الجنازة. فتوجهوا إلى البقيع، الكل يلطم على رأسه، كل يصرخ وإماما. تلك الجنازة تتنادى كف الرجال. العقيلة زينب نظرت إلى الجنازة تقطع قلبها، شالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهامة، ونشرع على التابوت المشكر هالعمى. سفر وجفان خلي يتودعه اليتامى، ودعتك الله يا حسن السفر لاوى. ريض يا ابو سكنه بجنازة حلوة الأطباء، وعرج بتابوته على مكسورة الأضلع. خل على الرواية وخلنا نجدد ودع. وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، عرج على قبر البتول ابن عش ابنها. وقبر يا خويا لا تحفر بعيد، دفنا بكتر هبل كتي هون حزنها. إلى وين ماشي بكعبة الوفاد يا عزة؟ لريض يا خويا بهن عش قلبي تراذى، جسم انتحل يا بوايا علي من فراق لحظة. مقصد الوافد حيت نور بالثرى غا، عنا مشام الفين الأرامل والمساكي. ظل الشهيد حسين عبراته يهلها، اشوف الوديعة وقلبه متصدع لجله. صاح اطرح جنازة عضيدي عن أهلها، حط النعش وتصارخ ذيك النسا. آن دارت على نعش الحريم وصار صار لصيا، ومن أخوته بكثر البك غابت غابت الأرواح. كل من طلع من منزله فاق النعش طاح، وحسين يتحسر ويصف جراح ليده. أدهن شعري أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك ما
معفور وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوط إلى هنا. يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا كريم آل البيت وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان اشفع لنا. اذكروا حوائجكم تقضى إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. فك كل بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحق كريم آل البيت اشف مرضانا فك كل أسير رد كل غريب من سألني الدعاء المنظورين يا الله طالب الحوائج اقض حوائجهم يا كريم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق بجاه محمد وآله سرج الظلم صلواتك عليهم أجمعين إلى أرواح موتى المؤسسين المسببين لهذا الاستماع والاجتماع موتى جماعتي الحاضرين من مات على الإيمان الشهداء والعلماء الأبرار إلى أرواح خدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات